أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفيان أن رئاسة مجلس النواب ستحدد جلسة بالوقت القريب للتصويت على الكابينة الوزارية التي سيترأسها، فيما أشار إلى أنه مكلف من قبل النواب العراقيين وليس من أطراف إيرانية أو أجنبية. قال الزرفي في مقابلة تلفزيونية أن تكليفه دستوري وجاء بثقة نيابية وسياسية، موضحا أن حكومته جاهزة وسيقدمها قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية ب 48 ساعة، لافتا إلى أنه سيثبت للجميع قدرته على إبعاد العراق عن شبح الاعتداءات والحروب.